حدثونا عن الميت عندما يموت ويدفن، هل يرى أحدا من أقاربه الذين ماتوا من الصالحين؟ نعم، الله أعلم، هذا من أمور البرزة، والميت إذا مات يلتقي بالأموات ويتعارف معهم ويجتمع معهم كما جاءت بذلك الأدلة، وأنهم يسألونه ما شأن فلان، ويذكر لهم الذين ماتوا و يذكر لهم أحوال الأحياء الذين يسألونه عنهم، هذا ورد فيه الأدلة. وعلى كل حال هذه من الأمور البرزخية التي لا يجوز الكلام فيها إلا بدليل، لأنها من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. نعم. أيضا يسأل هل يتذكر أحدا من الموجودين في الدنيا؟ قد يتذكر أحدا منهم، وقد يسوءه بعض أعمال الأحياء، قد يسوءه ذلك، وكل هذه من الأمور التي لا يجوز الكلام فيها إلا حسب الأدلة، لأنها من أمور الغيب. نعم.